أي طبعا الأداة عبارة عن كاميرا من هون بتكبر من 50 مرة ل 1600 مرة. طبعا هاي الرول على أساس إنه يتحكم دقة وضوح القطعة. طبعا بيعتمد هذا الموضوع إذا كانت لاحظ زي هيك هاي القطعة الصغيرة تقريبا على تكبير 1000 مرة بيكون بشكل واضح وكل القطع مبينة، حتى النقاط هاي السبوتات الصغيرة والمجاري اللي هي اللي بتربط بين القطع مثلا زي هذا المجرى بيكون مبين على الكاميرا بشكل واضح. طبعا هي بتنشبك USB، تشبكه بس بال تقدر تشبكه بالكمبيوتر، وفي كمان إلها تحويلة بتقدر تشبكه بالتليفون وتشيك فيه، يعني بأي وقت تقدر تاخذه معاك وتشيك فيها، وسعرها مناسب. يعطيكم ألف عافية. اليوم بدنا نحكي عن الجماعة اللي بيحبوا موضوع الإلكترونيات. لاحظ هاي قطعة إلكترونية صغيرة كثير، حيث إنه حتى الكاميرا ما بتمسك طبعا القطعة الإلكترونية اللي موجودة فيها. جبنا لكم أداة بتقدر تكبر لحد 1600 مرة بحيث إنها تبين لك كل إشي موجود في البورد. هاي طبعا عن طريق الشاشة، لاحظ هاي عن طريق الشاشة هون. طبعا هاي هي بتصور في هاي المنطقة، في هاي المنطقة لاحظ قديش كبيرة، مبين لك كل المشاكل اللي ممكن تكون فيها. هاي طبعا هاي هون لاحظ هون في بداية حرق في الخط، ممكن تعمل له جمبر. الشغلة الثانية هاي اللي هي المقاومات، لاحظ المقاومة كيف بعطيك الحامها إذا كان في مشكلة في الحامها. طبعا هون ما راح تبين، ما راح تبين، راح يبين كل شيء بشكل مثالي ونموذجي. نحرك كمانة. طبعا راح نفرجيكو درجة التكبير، هاي اصبعي راح نفرجيكو كيف هاي. لاحظ هاي طبعا التجويف الموجود على اصبعي انا، هاي بعطيك ما شاء الله، يعني لو انت بتشوف هالطريقة هاي تحس انك انت يعني سبحان الله كيف. فالإلكترونيات بالنسبة للإلكترونيات يعني هذه القطعة، طبعا انت بتعاير بحيث انه يعطيك الريزوليوشن، هاي الريزوليوشن الموجودة طبعا ما شاء الله ما شاء الله، لحد ما تعطيك صورة واضحة وانت بتقدر عليها تصلح كل الإلكترونيات.